اهلا بحضراتكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم ليوم الثلاث 21 مايو 2024. طبعا مازال الموضوع الايراني وما حدث وما سيحدث لايران في الداخل ومن ايران تجاه العالم هو محور حديث كل المؤسسات حتى الاعلاميه والصحفيه لانه والسياسيين طبعا بالاساس لانه ما حدش عارف بالظبط الامور هتتطرق لايه. النهارده الحقيقه كان في خبر خاص بفلاديمير بوتين اللي بيعلن بدايه تدريب ومناورات باسلحه تكتيكيه بعضها في سلاح نووي، وده ردا على ما اسماه يعني استفزازات او تصرفات الغرب. فالموضوع ما تنسوش ان انا قلت لحضراتكم امبارح ان الرئيس الروسي اتصل بايران امبارح وقدم التعزية وقال ان احنا هنتعاون مع النظام الايراني زي ما تشوفوا مين اللي هيبقى موجود وكده يعني، وكان في علاقات كبيرة وما زالت واجتماعات وتنسيقات كبيرة. فالموضوع مش بسيط، الموضوع صعب وتداعياته على الداخل الإيراني والخارج أصعب. وزي ما سمعنا امبارح أن الموضوع مرشح لمزيد من التطرف ومزيد من التصعيد في الداخل. وطبعا من الداخل لو بقيت المراكز الرئيسية في إيد اللي هو الحرس الثوري ده هيبقى خطر جدا على الخارج، مش هيبقى في أي تفاهمات مع دول ولا عربية ولا إسلامية ولا دول المنطقة ولا حتى مع أمريكا على الملف النووي الإيراني. فده طبعا كله محتاج لوقفة مش هتخلص في حوار واحد ولا يوم واحد، هيظل العالم طويلا يتحدث عن هذا الأمر على الأقل الشهرين اللي جايين. هيكون معانا النهاردة للحديث حول هذا الموضوع الدكتور محمد محسن أبو النور، مؤسس ورئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية والخبير الدولي في الشأن الإيراني. أما بالنسبة للمستجد من الأحداث، أول حاجة هي وصول جسامين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان وعدد من المسؤولين والذين لقوا حتفهم في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم شمال غرب إيران. وصلت الجسامين إلى مطار مهر أباد في طهران، وقد أقيمت مراسم تشييع الجسامين في مدينة تبريز بحضور شعبي مهيب. أظن حضراتكم شايفين الصور، يعني كأن يعني إيران كلها خرجت وراهم، يعني حاجة نظام استطاع أن هو يجمع شعبية غير طبيعية رغم وصفه بأنه نظام أمني ونظام فاشي ونظام اعتقالات ونظام مجازر منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران سنة 1988. مساء اليوم هتقام مراسم توديع للجسامين في طهران، بكرة الصبح مراسم التشييع من جامعة طهران إلى ساحة أزادي بالعاصمة، وهناك تقام مراسم بحضور ضيوف ووفود أجنبية وصلت إلى طهران. وصباح بعد غد الخميس هتقام مراسم التشييع في خراسان الجنوبية، وفي مساء الخميس تقام مراسم الدفن. طبعا دي بعض اللقطات من استقبال الجسامين. وطبعا تحسوا انه زي ما قلت لكم ايران عن بكرة ابيها حرس ثوري وميليشيات وجيش وشرطة ونظام اسلامي في انتظار الجسامين. لكن طبعا يعني ويمكن ده هيبقى واضح يوم الخميس هيبان اكتر، لكن حتى الان برضو الوفود الاجنبية اللي وصلت طهران لتشييع الجسامين هي برضو متواضعة المستوى على المستوى السياسي، يعني ما هياش مثلا رؤساء دول او كده يعني. لكن حيبان لانه زي ما انتم شايفين هم عاملين برنامج من التشييعات في اكثر من مكان حتى من اليوم وحتى الخميس ليلا، فحيبان طبعا خلال تقدم الساعات
هل هيكون في حشد أكبر من الرؤساء، من الملوك، من الأمراء، من الحكام، من وزراء الخارجية، من الشخصيات العامة الأجنبية؟ لكن طبعا من الواضح أن الجسامين استقبلت ووضعت على فوق عربات عسكرية، وتقام مراسم تشييع عسكرية بامتياز، يعني زي ما يكون الجنازة نفسها وهي جنازة عسكرية. وفكرة التكرار بقى في أكتر من مكان دي طبعا بتدي فرصة لأعداد أكبر من اللي احنا شفناها إنها تبقى موجودة، حتى لو في أكتر من مكان في طهران، فيعرض هذا الأمر على الناس، فكل واحد يروح يحضر الجزء القريب منه أو الخاص بالمنطقة اللي هو ساكن فيها. طبعا خلال فقرتنا الحوارية هنشوف التطورات مع ضيفنا الكريم المتخصص في الشأن الإيراني. طيب خلينا نروح لنقطة مهمة جدا، وهي التزييف الإعلامي الإسرائيلي اللي ابتدى من فترة، ونبهت حضراتكم ليه أكتر من مرة، أنه في تنسيق كامل مع السلطات المصرية حول عملياتنا العسكرية في رفح، وأن مصر طلبت فلوس من أمريكا، وأن مصر طلبت سلاح، وأنه إحنا عارفين كويس قوي إحنا بنعمل إيه، والجانب المصري موافق. كل ده زيف وزور وبهتان. رفض هذا الكلام مصدر رفيع المستوى في مصر اليوم، وأكد بقى جملة تانية مهمة قوي، إن احترام مصر للمعاهدات الدولية ولالتزاماتها تجاه الاتفاقات الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة. وده طبعا كلام صريح بيؤكد إنه في حال المساس بأمن مصر القومي بأي شكل مصر مش هتسكت. أكد مصدر رفيع المستوى أن احترام مصر لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. وأضاف أن الموقف المصري ثابت تجاه العدوان الإسرائيلي منذ لحظته الأولى، ويضع الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياته، وشدد على أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تعتمد على نشر أخبار غير صحيحة لتصرف الأنظار عن حالة التخبط التي تعاني منها إسرائيل داخليا، طبعا في مراكز اتخاذ القرار يعني يقصد. نروح كمان السعودية. السعودية كانت شرطت أنه يبقى في ضمانات لحل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين لكي تمضي قدما في خطوات التطبيع بينها وبين إسرائيل. مصدر سعودي بيؤكد النهاردة أنه لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل دون ضمانات حقيقية لحل الدولتين. كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت بعض التفاصيل عن صفقة تقدم بها مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان لإسرائيل، تقضي بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تشمل التطبيع مع السعودية غطاء أمني أمريكي، دعم لتحالف يضم دول المنطقة في مواجهة إيران. من المهم أن احنا ننوه أن آخر زيارة لوزير خارجية أمريكا مع ولي العهد السعودي كانت 31 إبريل الماضي، يعني قبل أقل من شهر. الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد، أستاذ اللغة العبرية بجامعة اسكندرية. مساء الخير يا دكتور. أهلاً هابي صديق الغالي. أهلاً بسعادتك فن دكتور أحمد. هو احنا نقول حضرتك أستاذ للغة بس ولا أستاذ للتراث كمان؟ يعني هل بيدرس تراث عبري أيضاً؟ ما أنا متخصص في الفكر الصهيوني في المجتمع في الحركة الصهيونية والأدب العبري الحديث. تمام. طب فندم بخصوص مصر، يعني من وعي حضرتك الكامل بنفسية الحكم الصهيوني، لماذا تصر إسرائيل كأن جمهورها لا يسمع من الخارج، تصر على أنها في تفاهم كامل مع مصر، وأن مصر موافقة على العمليات العسكرية، وأن كله تمام، وأمريكا طبعا موافقة؟ فليه كل هذا الكذب؟ يعني هو بالطبع يعني الجانب الإسرائيلي في مأزق. هو في مجموعة من المتدينين ويمثلون حوالي الثلث داخل المجتمع الإسرائيلي، بعضهم يرى أن مصر
تحاول إضعاف إسرائيل، محاولة حصارها، محاولة امتداد لما فعله فرعون الخروج في بني إسرائيل. إنما الأغلبية حاليا تجد أن هي من العلمانيين يرون بأن هناك مطالب أو أمنيات يمكن لمصر أن تقدمها للجانب الإسرائيلي في مأزق، خاصة بنقل السكان في المقام الأول أو الضغط على المقاومة في المقام الثاني. فهذه محاولات يائسة للضغط على مصر أو تشويه موقفها، في حين مواقف مصر ثابتة ولا تقبل ضغط ولا تقبل أيضا مزايدات. الموقف المصري من الأمن القومي أو من تصفية القضية واضح وضوح الشمس. حاليا الجانب الإسرائيلي بيتبع سياسة حافة الهوية، بمعنى تضليل الرأي العام اللي هو سيبهم لغاية آخر لحظة وناخد أكتر مكاسب ممكن. محاولات يائسة، يعني محاولات متكررة من خلال إعادة تغليف ما سبق رفضه، أو محاولة تمرير ما تم صده من قبل وتفنيده. فكان في أكاذيب بشأن معبر رفح، عدم دخول المساعدات، تمت السيطرة واحتلال الجانب الفلسطيني من المعبر، ومطلوب من مصر حاليا أن تتعاون مع الجانب الإسرائيلي وتمرر الإغاثة عبر الدبابات الإسرائيلية. هذا مرفوض. أولا الدبابات انتهكت المنطقة دال الممنوع فيها وجود الدبابات، انتهكت اتفاقية المعابر، فعلى هذا النحو هي مستهدفة. طب في رأي حضرتك تعليقك على التصريح المصدر رفيع المستوى المصري النهاردة اللي قال انه مصر امامها كل السيناريوهات متاحة، والتزامها تجاه الاتفاقات الدولية لا يمنعها من حماية امنها القومي ومقدرات الشعب الفلسطيني. شو حضرتك، واضح ان صبر مصر ينفد، بمعنى ان المفاوضات كانت لها الاولوية، محاولة لجم العدوان له الاولوية، محاولة إكمال صفقات تبادل الأسرى والمحتجزين كانت لها الأولوية، وكانت هناك بارقة أمل. لكن نتنياهو حتى خزل عائلات المحتجزين والأسرى من الإسرائيليين، وخزل الوفد المفاوض، أشاروا بإصبع الاتهام في أكثر من مناسبة أن الصفقة كادت تتبلور ونتنياهو هو الذي عرقلها. فعلى هذا النحو الجانب المصري قيادة سياسية بدعم شعبي ترى بأن هذا العدوان يجب أن يتوقف، وهذه المأساة الإنسانية يجب أن تتوقف، وكل ما يهدد الأمن القومي المصري مرفوض رفضا كاملا. طيب خليني أسألك بقى على الجانب السعودي، يعني هل بترى أن هذا الشروط أو هذا الموقف من أنه لابد من ضمانات حقيقية؟ معرفش ايه هي الضمانات، يعني اسرائيل لو وعدت ما هي بتكذب، ولو قالت هعمل وبدأت تعمل ما هي هتعتمد على طول الامد والاجل عشرات السنين زي ما حاولت تعمل معانا ساعة المفاوضات من بعد حرب 73. فيعني ايه رأيك في موقف السعودية والصفقة بتاعت اللي اعلن عنها جاك سوليفان دي تطبيع مع اسرائيل؟ هي جزء منها اماني، بمعنى ان التنسيق للدفاع المشترك. طب ما الجانب الاسرائيلي لا يدافع عن نفسه، بمعنى ان احتاج بريطانيا واحتاج الولايات المتحده لكي تدافع عنه بشكل مباشر. فده يعني الغطاء الامني ملوش قيمه، ما هو حاصل فعلا. فشل امنيا في 7 اكتوبر وما تلاه. ايضا اسرائيل تقلصت، يعني تبدا من حيفا حاليا لجنوب تل ابيب، تم التهجير والنزوح من الشمال ومن الجنوب. وإذا كنا بنتكلم عن حق العودة للفلسطينيين، فاللي في شمال إسرائيل وفي جنوب إسرائيل بيقول أنا كمان عايز حق العودة لحدود 48، بس وفروا لي الأمن. فبعد 8 شهور لم يتوفر الأمن، فبالتالي لا يجب أن إحنا كنا قرينا يا فندم إن الإسرائيليين في بداية الحرب كانوا بيهرعوا لمطار بن غوريون في تل أبيب، هل فعلا دي حقيقة وهل ما زالت ولا اختفت؟ لا طبعا في نزوح عكسي، لكن الجانب الإسرائيلي في عنده رقابة عسكرية صارمة، بل حتى الذين نزحوا قالوا لن نعود، الذين نزحوا من الشمال ومن الجنوب
قالوا لن نعود، يعني في حين ان وبالذات الشباب طبعا مش عايزين ينخرطوا في الحرب يعني. لا هو حسوا بالخذلان، انا موجود في مكان وقلت هتحميني، وجدنا ان بيتم خطف الناس وعدم الاكتراث باعادتهم. أيه. يعني كان ممكن اعادتهم بالسياسه بالمفاوضات بالصفقات بالهدن، فشلت تل ابيب. طيب. او لم تكترث بشان اعادتهم، ولا حمايتهم ولا اعادتهم. طب اخيرا اخذ راي سعادتك في تصريح انتوني بلينكن النهارده، الامر سيعود لاسرائيل قريبا لتقرر ما اذا كانت ستوافق على انهاء الحرب في غزه والمشاركه في مسار موثوق به لإقامة دولة فلسطينية من أجل تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية. ما هو المملكة طبعا يعني تعرف مصلحتها جيدة وتدعم القضية الفلسطينية في نفس الوقت، فهي بتطلب شيء كبير للقضية الفلسطينية، وليس فقط وقف إطلاق نار، وليس فقط لجم العدوان، تطلب حقوق الفلسطينيين في القدس، عودة فتح بيت المشرق في القدس الشرقيه كوزاره خارجيه، تطلب شيء ملموس يتم تقديمه للقضيه الفلسطينيه، وتطلب شيء للامن القومي. ربما يكون هذا المتخصص بالمفاعل النووي السلمي او ما شابه. طب هل راي سعادتك انه من ضمن فقرات الصفقه انه يبقى في جبهه في المنطقة في مواجهة إيران، أمريكا هتعمل على هذا الأمر كجزء من هذه الصفقة، هل ما حدث في إيران خلال اليومين الماضيين سيغير حتى من قواعد اللعبة، أنه ما فيش حد في إيران لو دلوقتي مسك مناصب اللي فقدت دي من الحرس الثوري مش هيبقى في حد حتى هيسمع كلام أمريكا؟ الفكرة طبعا أن العلاقات بين السعودية وإيران في بعض التقارب، في صهر للجليد، علاقات بين طهران وأبو ظبي علاقات مستقرة، في تحسن في العلاقات بين مصر وإيران، فأعتقد يعني أن المواقف الأحادية باتت محل مراجعة، وأن الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي أيضا لديهم أماني معينة أو لديهم أحلام أو ستيريوتايب، صورة نمطية يتمنون أن تتنفذ، لكن أعتقد أن المصالح العربية لها رؤية مختلفة. أتمنى والواقع على الأرض يتغير. شكرا جزيلا يا فندم أستاذ دكتور أحمد فؤاد، أستاذ التراث والفكر العبري واللغة العبرية بجامعة اسكندرية، شكرا جزيلا. ونرجع مصر، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية النهاردة. المجلس بيضم نخبة من الشخصيات المصرية والدولية البارزة. خلال اللقاء يؤكد الرئيس أهمية الدور القيم الذي تقوم به المكتبة في نشر وتعميق المعرفة والعلم، ويشدد على حرص الدولة على أن تقدم المكتبة أفكارا وأنشطة مبتكرة، وأن تعمل على تعميق الاهتمام العلمي والثقافي لدى الشباب. أما أعضاء مجلس جامعة الإسكندرية، مكتبة الإسكندرية عفوا، ثمنوا الدعم المتواصل اللي بيتلقونه من الدولة لضمان قيام المكتبة بدورها الثقافي التاريخي، وأشادوا بالاهتمام الذي يوليه السيد الرئيس شخصيا لعمل المكتبة. اللقاء شهد أيضا نقاشا مفتوحا بشأن الأوضاع الدولية والإقليمية، وأشاد المجلس بالدور المحوري اللي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار بالمنطقة. طيب نخرج نشوف جزء من هذا اللقاء ونرجع مع حضرتك. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الذي يضم نخبة من الشخصيات المصرية والدولية البارزة، منهم الدكتور مجدي يعقوب والدكتور أكمل الدين إحسان أغلو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، والسيدة لويز موشي كيوابا سكرتير عام المنظمة الدولية للفرانكفونية، والسيد ميغيل موراتينوس وكيل سكرتير العام للأمم المتحدة والممثل الأعلى لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة، والدكتور محمد بن عيسى وزير الخارجية والثقافة المغربي الأسبق، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة
رئيس مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة بالبحرين، والسيدة أمينة محمد وزيرة الثقافة الكينية السابقة، والسيدة سامية نكروما والدكتور مفيد شهاب والمهندس هاني عازر والسيد محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب المصريين، وذلك بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بأعضاء مجلس الأمناء، مؤكدا أهمية الدور القيم الذي تقوم به المكتبة في نشر وتعميق المعرفة والعلم، كذلك التشجيع على القراءة والبحث والعمل الثقافي بما يدعم الحوار بين الحضارات ويعمق الفهم المشترك والتعايش بين الشعوب، ومشيرا إلى أن إدراك أهمية وثراء التنوع البشري وتكريس مبادئ المواطنة هو الأساس لحماية النسيج المجتمعي. كما شدد السيد الرئيس على حرص الدولة على أن تقدم المكتبة أفكارا وأنشطة مبتكرة وأن تعمل على تعميق الاهتمامات العلمية والثقافية بين الشباب، مشيرا إلى حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل لكافة المشروعات الثقافية الهادفة إلى رؤى مبتكرة وفعالة لدعم الشباب والنشأ. ومن جانبهم ثمن أعضاء مجلس الأمناء الدعم المتواصل الذي يلقونه من الدولة لضمان قيام المكتبة بدورها الثقافي التاريخي لتحقق أهدافها كنافذة لمصر على العالم ونافذة للعالم على مصر وثقافتها الثرية وتاريخها الممتد. كما شهد اللقاء نقاشا مفتوحا حول الأوضاع الدولية والإقليمية، حيث أشاد مجلس الأمناء بالدور المحوري الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار بالمنطقة ولإنهاء الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. ومن جانبه أكد السيد الرئيس حرص مصر على وقف نزيف الدم بالقطاع والإسهام الإيجابي المتواصل في دفع جهود تسوية الأزمات بالمنطقة، مشددا على أن ترسيخ ثقافة السلام يعد عنصرا أساسيا لمستقبل أكثر استقرارا وأمنا للإقليم والعالم. أستاذ أحمد فرحات عضو اتحاد كتاب مصر، مساء الخير يا فندم. ازيك يا أستاذنا؟ أهلا بسعادتك. يعني المجلس الحقيقة بيعج بشخصيات بارزة، وإن كنا يمكن على المستوى العام ما نعرفش قوي الشخصيات اللي من برة، لكن شفنا وزيرة الثقافة، شفنا محمد سلماوي الكاتب المسرحي ورئيس اتحاد كتاب المصريين، شفنا الدكتور أحمد زايد، شخصيات دكتور مجدي يعقوب، في قامات رموز ثقافية رموز كبيرة في البلد. نعم. تفتكر نعم. حضرتك أنه مثل هذا اللقاء ممكن يفرز إيه؟ يعني إحنا حسينا كده من التصريحات أن حتى وضع مصر وقناعتها وتبرير واجب لسياستها الشريفة في المنطقة، ده ممكن يكون دور من أدوار الشأن الثقافي والعلمي في مكتبة اسكندرية. أحب أعرف رأيك. والله يا فندم أنا شايف دور مهم جدا، لأن القوى الناعمة لابد أن تلعب دور مهم وحيوي في المنطقة بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة. أيوة. لأن مكتبة الإسكندرية تعتبر منارة للعلم وأيقونة للعلم والمعرفة. أيوة. والثقافة، واختيار السيد الرئيس لها ولزيارتها ومجلس أمنائها بيعد يعني بؤرة تمركز ضوء قوي جدا على فكرة دعم الشباب والموهوبين وفكرة الثقافة والبحث العلمي والتطوير التقني، مع التركيز على ترسيخ الهوية المصرية، فده شيء مهم جدا للثقافة المصرية والعربية عامة. طيب. وطبعا كما شاهدت حضرتك ان تطرق الحوار لأكثر من مجال. اهم شيء فيها اعجبني شخصيا ان فكرة تدعيم الشباب ثقافيا وفكريا. انا كنت هسأل حضرتك على دوت، يعني من خلال اهم انشطة المكتبة تقول لنا ازاي بتدعم فكرة احنا، يعني انا شخصيا كواحد مثلا ممثل وقارئ ومهتم، لقيت هناك متاحف، لقيت هناك مبنى فظيع، يعني كان عملوا لنا رحلة، قدمنا عرض مسرحي هناك. فهم دائمين الحرص على وجود عروض مسرحية للشباب، يدعموا أبحاث علمية، ندوات وفنون تشكيلية وندوات مسرحية، وفي أشياء جميلة جدا، ورش بيعملوا ورش عمل. وبعدين عايز أقول لحضرتك فكرة برضك، أنا تقريبا أرسلت إليهم كتاب ليا، فمن كلام ده من حوالي 10-15 سنة، فجاءني خطاب شكر من
رئيس المركز الرئيس المركزي للمكتبة، ففيها شيء يعني بث فيه روح معنوية طيبة طبعا. روح الانتماء طبعا. فأنا يعني حمدت الله سبحانه وتعالى إن أنا يعني إيه أهديتهم كتاب وجاني شكر ليهم، وده شيء يعني نادر بصراحة في مؤسسات كتيرة ثقافية في البلد، ده شيء يحسب ليهم يعني جدا. أنا عايز أقول لحضرتك كمان إن أنا اتشرفت بمناسبة كانت مناسبة طيبة جدا. كان في مخرج ورحل عن عالمنا دلوقتي اسمه أستاذ ماجد توفيق، كان بيهدي مجموعة أعماله اللي هم عدوا حوالي 30 فيلم أو أكتر عن القديسين الأقباط، عمل لهم أفلام روائية. وأنا كنت ضمن الوفد اللي حصل يعني اليوم ده، أهدى هذه المجموعة من الأعمال لمكتبة اسكندرية، واستقبلنا قبلها محافظ الإسكندرية السيد عبد السلام المحجوب طبعا. نعم المحافظ نعم. العظيم يعني المحبوب على فكرة، المحبوب ايوه هم مسمينه كده في اسكندرية. ده صحيح. طيب انا عايز اقول لحضرتك بس فكرة ان مكتبة الإسكندرية تعتبر كونجرس زي مكتبة الكونجرس تماما، في نشر الثقافة والفكر وتقديم يد العون للشباب وإقامة ورش العمل، كل هذا يقدم للشباب المصري والعربي عامة يعني تقريبا كلها مجانية ومجانا كله مجانا مفيش بحجم فلوس، وبالعكس اللي بيقدم عندهم فيهم سينما شيء وعندهم بيعرضوا أفلام سينما ومسرح وعندهم عروض مسرحية قيمة وهادفة أكثر من مسرح كمان. ده صحيح. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا دكتور أحمد فرحات عضو اتحاد كتاب مصر، وكل التوفيق لمجلس أمناء مكتبة اسكندرية أنه يقدم شيء طيب للثقافة في مصر. تعالوا نخرج فاصل وبعد كده نرجع نكمل أخبار. أهلا بحضراتكم معانا مرة تانية نكمل أخبارنا. كنت قلت لكم الأسبوع الماضي أنه بدأ رئيس مجلس الوزراء علاقات واجتماعات تفصيلية مع المجالس التصديرية وأعضاء الغرف التجارية يعني المنتسبة لنفس الشعبة أو نفس التخصص، وكنا استضفنا على الهاتف كان لقاء رئيس مجلس الوزراء بالمجلس التصديري للمعادن والرخام والحاجات زي كده، واستضفنا على الهاتف النهاردة التقى دكتور مصطفى بأعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرف الصناعات الغذائية الغرف التجارية طبعا المختصة بهذا الأمر، وأشار أن الصناعات الغذائية من القطاعات المهمة جدا اللي عندها فرص للنمو، وأن الحكومة مستعدة تقدم أي دعم لهذا القطاع لتحقيق مستهدفات الدولة ذات الصلة بتعظيم الصادرات. وطبعا الصادرات الغذائية دي يا جماعة مصر متميزة بيها ومشهورة بيها، وممكن جدا مع بعض التطوير ربما في التغليف ربما في تحري المواصفات بتاعة التصدير العالمية ممكن جدا يبقى عندنا نقلة كبيرة في الصناعات الغذائية. أيضا تابع دكتور مصطفى مدبولي النهاردة في لقاء مع رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية اللواء الطبيب بهاء الدين زيدان، تابع عدد من ملفات العمل المهمة والجهود المبذولة من قبل الهيئة خلال الفترة الماضية، وأشار للاهتمام بمتابعة عمل الهيئة دوريا لحل أي مشكلة تذليل العقبات وما يسهم في نجاح أداء دورها في توفير الاحتياجات المختلفة القطاع الطبي بأسعار مميزة. دكتور مجدي عدلي أخصائي إدارة المستشفيات والجودة بوزارة الصحة، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا هدية، مساء الخير ومساء الخير لكل المشاهدين حضرتك. دكتور مجدي، التموين الطبي مقصود بالمستلزمات ولا ايه بالظبط؟ والله هو يعني الامداد والتموين الطبي ده شيء يعني جزء من وزارة الصحة، ويقصد به المستلزمات الطبية والأدوية. يعني كل ما هو يدخل تحت المجال الطبي من مستلزمات وأدوية وخلافه. يعني هل هو إمداد للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة؟ الإمداد معناه إن أنا اللي بمد
المستشفى او الوحده الطبيه بما يلزمها من مستلزمات طبيه وادويه. طيب ولكن التموين ده قصه ثانيه، يعني هو في امداد وفي تموين. طبعا اللي القائم بالموضوع ده بيبقى لا هو التموين ايه؟ عايزين نعرف بس عنوان القصه الثانيه. التموين الطبي لسه بقول لحضرتك، التموين الطبي ده بيشمل اللي كل ما هو طبي، يعني سواء مستلزمات طبيه، سواء ادويه طبيه، سواء محاليل طبيه، سواء كواشف طبيه، يعني أجهزة معامل، أجهزة مستلزمات أشعة، كل ده يندرج تحت الإمداد والتموين الطبي. والهيئة طبعا بتقوم، يعني هي الهيئة هي اللي بتقوم بالإمداد والتموين تحت إشراف وتحت رئاسة سيادة اللواء طبيب بهاء الدين زيدان. ولكن الهيئة مش هي اللي بتقوم بالتصنيع، عشان بس ما يبقاش في خلط في الاوراق. لا هي طبعا ملهاش دعوه بالتصنيع، اسمها هيئه الشراء الموحد، لكن هي مثلا اللي بتقوم على عمل المناقصات، عمل مثلا الممارسات. بالضبط، عمل الممارسات سواء مع الشركات المحليه او الشركات المحليه بشراكات كيانات عالميه. وطبعا بتاخد يعني الاقل سعرا والاعلى جوده عشان توفروا للمواطن المصري في حالة سواء في العيادات الخارجية أو في المستشفيات. طيب يا فندم، أنا بشكر سعادتك جدا دكتور مجدي عدلي، أخصائي إدارة المستشفيات والجودة بوزارة الصحة. كان تردد بعض أنباء مغرضة حقيقة عن أن الحكومة بتعتزم أن هي تبيع المستشفيات الحكومية، بينما طبعا بعد التحقق نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة الأنباء المتداولة بشأن اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية وإيقاف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. والمركز طبعا تواصل مع وزارة الصحة والسكان، نفت تلك الأنباء وشددت على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة وتستمر في تقديم كل الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم. وكذلك أيضا هيئة التأمين الصحي الحقيقة بتقوم بنشاط رائع بالذات في موضوع الكشف والتشخيص وإعطاء الأدوية مجانا، وبتبقى في أدوية لو بفلوس بتبقى بملاليم خصوصا لكبار السن كمان. يعني روح مع حضراتكم لوزير التعليم اللي بيؤكد أنه بداية من العام القادم الدراسي القادم اللي هو بيبقى في العام الجاري هيتم تدريس اللغة الثانية في المرحلة الإعدادية لأول مرة بالمدارس الحكومية، وده هيخلي المعيار الأوروبي واحد في كل اللغات الثانية، وهو ما يتطلب دعم التعاون في تدريب المعلمين وتحقيق التنمية المهنية المستدامة ليهم. مش عارف يتطلب من مين، يعني هل مطلوب تعاون من القطاع الخاص مثلا في تدريب المعلمين عشان يعني يحصل لهم تنمية مستدامة مهنيا؟ الحقيقة هو المدرسين غلابة، المدرسين محتاجين فعلا دورات ومؤتمرات وإعادة تأهيل، اللي هي المسألة عاملة زي البيضة والفرخة، عمالين نقول طب نطور المناهج ولا نطور المدرسين؟ ما هو ده محتاج ده وده محتاج ده وده معتمد على ده. لو جبت منهج حديث طبقا لأحدث حاجة في العالم، طيب ده الغلبان ده متعود يدرس بطريقة شرشر بتاعت زمان، لو انت طورت ده والمناهج قاعدة وقديمة يبقى التطوير اللي انت عملته للمعلم ملوش أي لازمة. فلازم الخطين يمشوا مع بعض، وبالطبع يمشوا مع تطوير اللوجيستكس بتاعت العملية التعليمية بقى، الفصل والعدد اللي موجود فيه وشكل المدرسة ونظافتها ووسائل التعليم الإلكترونية وما إلى ذلك. طيب كان في حادث أليم الحقيقة أعلنت وزارة الصحة خلاله عن وفاة 6 فتيات وإصابة 9 كحصيلة أولية في حادث انقلاب ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب في الجيزة. جهات الدولة تحركت بسرعة، الصحة الداخلية، التضامن، دكتور خالد عبد الغفار تابع الأعمال الإسعافية والخدمات الطبية المقدمة،
ووجه لرفع الاستعداد للدرجة القصوى في المستشفيات المواقعة في محيط نطاق الحادث. وزارة الداخلية أعلنت القبض على سائق الميكروباص. يا ساتر يا رب، صور صعبة قوي. وتبين من الفحص أن السائق نزل على رجليه من العربية من غير ما يستعمل الفرامل، ما أدى لسقوطها في النيل. يعني هو نزل وهي بتبطأ بس ما استعملش الفرامل، ما عرفش بقى، يبدو أن ما كانش فيه فرامل، يعني هو مش هيستعمل الفرامل ليه؟ مش عايز يموت يعني. وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أيضا وجهت بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة، صرحت بأنه هيتم صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين والمصابين حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث. أستاذ محمد العبساوي الصحفي المتخصص في ملفات الحوادث، مساء الخير يا فندم. ده النور يا فندم على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. إيه آخر المستجدات من فضلك في مكان الحادث؟ حاليا آخر المستجدات هو عدد الوفيات وصل ل 15 حالة وفاة. أتوقع طبعا. طبعا يعني في بعض الفتيات مفقودين حتى الان. ما هو ده كان ميكروباص؟ اشمعنى كله فتيات؟ كان تابع لمعهد او لا؟ الميكروباص ده كان طالع كله فتيات، لانهم كلهم من العماله الغير منتظمه رايحين يشتغلوا في احدى المزارع في فرز الفاكهه، فكلهم من قرية واحدة تقريبا في المنوفية، وكانوا يعني طالعين مع بعض كلهم. يعني هم جايين من المنوفية؟ جايين من المنوفية فن. ويعني قبل المزرعة ده بخطوات بقى، اذا كانوا هم في جيزة المعدية دي المفروض بتعديهم من بر، يعني من مكان من الحاجز اللي هو بين المنوفية وبين منشأة القناطر، يعني المفروض ان المعدية دي بتعديهم الناحية التانية المكان شغلهم. يعني احنا وصلنا دلوقتي ميكروباص، يعني ايه ال 15 متوفي والاصابات عددها قد ايه؟ والميكروباص ده كان محمل قد ايه؟ الميكروباص يا فندم كان محمل 26 بنت. يا نهار ابيض. كان شايل طبعا يعني الميكروباص الطبيعي خالص 14 راكب. ده كان محمل 26 بنت. ده الراجل ده خلاص بقى كده، الراجل ده سواء ليه يد او ملوش يد هيبقى له ضلع كبير في المسؤوليه. طبعا هيتعاقب، والاجهزه الامنيه القت القبض عليه وجاري التحقيقات معاه دلوقتي، واكيد هيكون في مساءله قانونيه. طب هل يعني تم كده انتشال 15 جثه؟ 15 جثمان. وعدد المصابات قد ايه بقى؟ الباقي بقى عدد اصابات خفيفه، وفي كمان ناس مفقوده لسه ما يعني ما نعرفش اذا كانوا توفوا ولا يعني ربنا نجاهم بسكه تانية. بالظبط، حتى انا تواصلت مع احدى الفتيات اللي كانت موجوده، ويعني ربنا يعني اراد انها تطلع سليمه. طب حكيت لك ايه؟ قالت لك الحادثه حصلت ازاي بقى؟ قالت لي الحادثه حصلت كالتالي، انهم نزلوا المعدية، العربية بتاعتهم كانت على حرف المعدية، كان في مشاجرة بين العاملين في المعدية. فالراجل حد يبعد عن الخناقة، فالسواق السواق نزل من العربية وقف جنب العربية يتفرج على المشكلة، فحصل يعني حصل زي يعني اندفاع كده نحو السيارة، وهو ده اللي كان السبب في ان السياره تقع في النيل. طب امال ليه الخبر بيقول ان هو نزل على رجليه من دون استخدام الفرامل؟ الاقاويل كتير، ولكن لسه التحقيقات ما كشفتش الحقيقه. لا انا بقول يعني البنت قالت لحضرتك ايه؟ البنت قالت لي نصا كده ان السواق نزل من العربيه وقف جنبيها بيشوف الخناقه، ما يعديهم وبعدين يرجع يشوف الخناقه. ايا كان، دي كانت روايتها. يعني هي بتقول لي حتى في بنات كمان نزلت من العربية تتفرج على المشكلة. دول ربنا نجاهم البنات. دول ربنا نجاهم من بشكرك يا أستاذ محمد، بشكرك جدا جدا. أستاذ محمد العبساوي الصحفي المتخصص ملف الحوادث. الحقيقة احنا عندنا محتاجين الدورات اللي بتتعمل في إدارة الأزمات لأبسط إنسان. يعني أنا دلوقتي خناقة وانا خدت بالميكروباص جنب المعديه عشان ابعد عن الخناقه، عشان الخناقه ما تاثرش عليا، اسيب البنات في الميكروباص مكربسين وانزل ابص على الخناقه؟ طب ما اعدي وبعد كده ارجع بقى، خلاص وصلوا البنات بالسلامه.
طيب آخر خبر معايا، رئيس الأركان فريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية التقي الفريق يانوش أد ميزاك مدير عام فريق الموظفين العسكريين الدولي لحلف شمال الأطلسي والوفد المرافق له واللي بيزور مصر حاليا. اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. رئيس الأركان يؤكد اعتزازه بالعلاقات العسكرية مع حلف شمال الأطلنطي وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على زيادة أوجه هذا التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية. مدير عام فريق الموظفين العسكريين الدولي لحلف شمال الأطلنطي يشيد بالعلاقات الخاصة بالتعاون بين مصر والحلف وإلى الدور المصري تجاه مختلف القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والساحة الدولية لما تمثله مصر من قوة رئيسية فاعلة بمنطقة الشرق الأوسط. أنا كده خلصت الأخبار، هسيب حضراتكم مع فيديو هقول لكم بتاع إيه دلوقتي، برضو حاجة خاصة بالقوات المسلحة، لقاء وزير الدفاع المصري بوزير المحاربين القدماء بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبعديها فاصل قصير وبعد كده يشرفنا ضيفنا الكريم في صالون مساء الخير. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، السيد جامبير بيمبا جومبو وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية في ظل الظروف والتحديات الراهنة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري بين البلدين في العديد من المجالات. كما ترأس الوزيران الجلسة الختامية لاجتماع لجنة التعاون العسكري المصرية الكونغولية والتي تناولت عددا من الموضوعات المرتبطة بدعم آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في العديد من المجالات العسكرية لكلا الجانبين. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات التي تربط القوات المسلحة بنظائرها من الدول الأفريقية، مشيدا بما وصلت إليه اللجنة من مجهودات لتحقيق الرؤى المشتركة في كافة المجالات العسكرية. من جانبه أعرب وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو الديمقراطية عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، كما أثنى على الجهود المصرية الداعمة لكافة قضايا القارة الأفريقية. حضر اللقاء والجلسة الختامية الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. اهلا بحضراتكم معانا في صالون مساء الخير. خلوني ارحب بالدكتور محمد محسن ابو نور مؤسس ورئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الايرانيه وخبير دولي في الشان الايراني. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني خلينا نبتدي من حيث انتهينا. انا قلت لحضرتك ملخص كده على ما حدث بالامس، الى اين وصلت التحليلات في حادث ابراهيم رئيسي وعبد الاهيان؟ التحليلات الخاصة بينا ولا بما لا يطرح ما يطرح على الساحة، ما يطرح على الساحة الإيرانية ولا الساحة العربية بتاعتنا؟ لا يا ريت نعرف ده وده. طيب فيما يتعلق بالساحة العربية، أعتقد أن جمهور القناة هنا يعني ملم يعني باللي بيحصل في القنوات الإخبارية والفيسبوك يعني والصحف يعني أو يعني ناخد كده عناوين. أنا هقول لحضرتك على ما يعني ما يقال بندرة في الإعلام العربي بحكم اطلاعنا على مراكز الفكر والصحف ويعني مراكز التحليلات الإيرانية. إيرانيا في آراء مختلفة. طبعا الآراء اللي مع الدولة، الشخصيات المحافظة، الشخصيات المولية للحكومة بشكل أو بآخر تقول إن ده حادث يتعلق بالطقس وكلام من هذا القبيل.
الطقس السيء والطقس. اشمعنى رجع الطيارتين التانيين اللي بنفس الطراز؟ انا اقول حاجة في الاخر بقى، رأيي التحليلي في الاخر يعني، يعني بس بحط علامات استفهام وتعجب يعني. مظبوط، اي حد هيسأل الاسئلة دي كويس، مظبوط كلام حضرتك صح، ده بيقال. لكن في المقابل التحليلات بقى في الصحف الاخرى اللي فيها يعني جزء من المعارضة، شخصيات على تليجرام وعلى مواقع التواصل بتقول لا، ان في انباء متداولة من الساعة 7 مساء اللي هو يوم الاثنين، الساعة 7 مساء اللي هو عفوا يوم الحد بالليل، أيوة. في نفس يوم الحادثة في ناس قالوا ان خلاص كده ايه بيستشهدوا على الرئيس، وان هو يعني انتقل الى رحمة الله وكلام من هذا القبيل. في صحفيين مقربين جدا، دي مش ضد اللي فاتت يعني. اقول حاجة ضدها ازاي، اقول لك ازاي. في صحفيين مقربين جدا ويعني شخصيات سياسية مقربة من الحكومة، منهم واحد مثلا اسمه علي تاد، شخص مشهور في إيران وشخص وازن جدا، قال ان خلاص الرئيس عليه رحمة الله، وكتب كده على تليجرام الساعة 7 بتوقيت طهران، يعني حوالي 8:30 بتوقيت مصر. ده كانوا متأكدين يعني، كأنهم فعلوا وتأكدوا. الرئيس محمود أحمدي نجاد الرئيس الأسبق كتب في الستوري بتاعته على تليجرام الشهيد حجة الإسلام والمسلمين إبراهيم الرئيسي، اللي هو الرئيس الإيراني. ففي بقى صحفي تاني مشهور قوي وصحفي مقرب جدا من الحكومة الإيرانية، قال ان احد الشخصيات كانوا على الطيارة دي اللي هو آية الله آل هاشم، اللي هو مندوب المنشر في تبريز، القى بنفسه من الطائرة قبل ان تسقط، القى بنفسه منها على ارتفاع كام؟ 2500 متر. ده كأنه يعني يعلم انه في كارثة. فده لو صحفي يعلم هذه المعلومات وكتب، وده راجل مقرب من الحكومة مش واحد عادي. فمعنى ذلك ايه؟ ان الدولة كانت تعرف اشياء ما ولم تخبر بها الرأي العام. هو عرف منين انه ألقى بنفسه يعني؟ ما هو عارف منين اكيد، لان هو جزء من المقرب من المعلومات. ايوه معلومات ايه؟ ما هو الطياره راحت بمعلوماتها يعني. زي بس هو ده الكلام، ده بقى مربط الفرس مش كده؟ اذا مربط الفرس ايه بقى هنا؟ ان هم كانوا عارفين شيء ما وحصل شيء ما واحنا ما نعرفش، وما اتقالش بشكل دقيق. فاحنا عشان ما ده بقى اللي عايز اقوله لحضرتك وللساده المشاهدين قناه ميسه المحترمه، في فرق كبير قوي بين انك تتابع وسائل الاعلام اللي مثلا باللغه العربيه او بالانجليزيه، المصادر الاخباريه رويترز الحاجات دي العاديه، وفرق ان انت تكون ملم بالشان الداخلي، ايوه، وعارف ايه اللي بيحصل بالظبط، تبني على ده تحليلك وتبني تحليلك. اتفضل. مظبوط. فاحنا بنينا تحليلاتنا على ايه؟ ده الكلام بقى الاخير، ان الدوله الايرانيه كانت على علم من اللحظه الاولى بان في شيء ما حدث ولكنها اخفت، وبدات تقول روايات مكثفة كثيرة جدا وبعضها متضارب، زي مثلا لا أحد يعرف مصير الرئيس، الطيارة اختفت، انقطع الاتصال بالطائرة، ادعوا للرئيس، كلام من هذا القبيل. الطائرة طائرتين، هما تلات طيارات، أيوة، واحدة قالوا نزلت في حتة وهي نزلت في حتة تانية. مظبوط. كان تلات طيارات، طيارة عليها الرئيس ووزير الخارجية وكل المسؤولين، وطيارتين اخرين عليهم موظفين عاديين وناس عاديين يعني. لكن للغرابه الشديده اللي عليهم الموظفين العاديين رجعوا بسلام لتبريز، لا وسابوا الطياره تقع يعني. المفروض ان دول بيمشوا زي موكب، ده في وسطهم الرئيس، دي اهم طياره. مظبوط. كمان لا بلغوا ولا استغاثوا ورجعوا بالسلامه. وكمان في بروتوكولات اصلا دوليه مع اي رئيس، ان لما بيطلع رئيس بطياره مدنيه بيطلع معاه طيارات حربيه تحميه، او يعني ده معروف حتى. ده ما حصلش، ده ما حدش قال لنا حصل ولا ما حصلش. خد بالك من النقطه، في مرحله ما عند المعلومات بتبقى فيها انسداد يعني، تعرف تفضل توصل لمعلومات وممكن تكلم مسؤولين وكل حاجه مفيش مشكله، لكن في لحظه ما يقولكش. يعني مثلا وزير الداخليه طلع قال بيان الساعه 4:30 بتوقيت طهران، يعني حوالي 6 بتوقيت مصر، يوم الاحد بعد الظهر. كل الكلام عباره عن ايه؟ ما نعرفش حاجه، لسه بنجمع معلومات، ان شاء الله هنبعت فرق، كلام مفيش اي معلومه فيه. كويس. فده تحليليا اللي قد واحد زي حالاتي بقالي 20 سنه بشتغل في التخصص ده، قدني ان انا احس ان في شيء ما حصل يعني، من خلال معرفتي بالشؤون الايرانيه وبالايرانيين في شيء ما حصل، اشعرني بتجربتنا مع سقوط الطائره الاوكرانيه. طبعا موضوع الطائره الاوكرانيه مشهور، كل الناس عارفاه. ايه اللي حصل فيه؟ ايران كانت بترد على مقتل قاسم سليماني، بتضرب قاعده امريكيه في عين في الانبار وفي اربيل، وهي بتعمل ده سلاح الجو والفضاء اللي هو بيبعت الصواريخ، وضرب صاروخ منهم في طياره مدنيه كان عليها ركاب يعني طياره اوكرانيه عليها ركاب من جنسيات مختلفه، كنديين وبريطانيين وما الى ذلك. في البدايه الاعلام الايراني الرسمي
قال ما فيش طائرة أوكرانية وقعت ولا حاجة، وبعد كده قال لا دي وقعت بس احنا ما نعرفش عنها حاجة، وبعد كده قال لا هي وقعت واحنا في شخص متسبب احنا ما نعرفش هو مين وكلام من هذا القبيل. احنا عرفنا امتى الحقيقة يا فندم؟ الكلام ده حصل امتى حضرتك؟ حصل يوم 8 يناير 2020 او في يناير 2020 مش فاكر التاريخ بالتحديد يعني. احنا عرفت امتى الحقيقة؟ عرفنا الحقيقة في شهر مارس 2024 اللي هو من شهرين. عرفناها ازاي؟ وزير الخارجية اللي كان موجود وقتها اسمه محمد جواد ظريف اصدر مذكرات، كتاب شخصي هو اصدره في مارس اللي فات ده، بقول لحضرتك كتاب بالفارسية غير مترجم اسمه بايبي شقايا باي بالفارسي، يعني ايه؟ يعني طاقة الصبر. بيقول ايه في الكتاب ده يا فندم؟ بيقول ان هو كان حاضر اجتماعات المجلس الاعلى للامن القومي الايراني اللي قالوا فيها هنعمل كذا فيما يتعلق بالطائرة الاوكرانية وهننفي وكلام من هذا القبيل. والرجل ده مازال عايش في ايران؟ مازال موجود في ايران. ده دليل يعني على ديمقراطيه يعني غريبه يعني حسدوا عليها يعني. دليل انه يعني هو يعني يعني ما عندوش اي امل في المستقبل السياسي، عنده انسداد افق الامن السياسي. لا سيبك من المستقبل السياسي، بس هو بيتهمهم بالكذب ودي خطيره جدا في دوائر طبعا الحكم الايرانيه. طبعا يعني انا هبعت لحضرتك، وهو من اهم الشخصيات يعني. انا لو اعرف ان انا هتكلم في هذه النقطه بالذات انا كنت بعت لحضرتك لينكات عرضها على الهواء عشان الناس تشوف هو قال ايه بالظبط في الصحف الاصلاحيه. مش خايف مثلا من الدوله تعاقبه؟ هو اضرب حاله بقى. كويس. فبيقول ايه؟ بيقول يا فندم بقى ايه؟ بيقول ان هو عقابا للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني هو عاقبهم وقعد سنه ما يحضرش اجتماعاتهم. لان هم حتى قالوا كلام في بلبله ولم يبلغه احد بان اللي بيحصل، وحتى ضرب ايران لامريكا هو ما ابلغش بيه كلام من هذا القبيل. فالشاهد من الكلام ايه؟ ان احنا كباحثين وكخبراء في تخصصات معينه بنكون ما بنتعجلش الحكم على الاشياء، لكن بيبقى عندنا يعني قرائن ومسوغات داخليه. سيبك من اللي بيتكلم في الاعلام باللغات العربيه والانجليزيه واللغات الاخرى، داخليه من خلال دوائر احنا عارفينها مقربه من صنع القرار، مقربه من المشهد، هي اللي بتقول لنا ايه المؤشرات ودلائل اللي بيحصل. طيب اكيد احنا مش مهتمين قوي نعرف ايه اللي حصل، يعني انهي سلك هو اللي فكوه مثلا، مش ده الموضوع. لكن لو في حدث شيء مدبر، تحليل حضرتك مين من الجهات الايرانيه اللي ممكن يكون عمل كده، او اذا كان تصورك خارجي برضو نحب نعرف. اوكي، هو في سيناريوهين واحتمالين. اول سيناريو ان يكون جهه داخليه صراع على السلطه وكلام من هذا القبيل، ده سيناريو انا مش برجحه خالص، بستبعده تماما، لان ابراهيم الرئيسي هو في القلب من السلطه، ما عندوش مشاكل مع اي حد، متابعتنا بالعكس هو كان على وفاق مع كل الاطراف الفاعله الثقيله في الدوله، الحرس الثوري اصلا كان بيدعمه، وحسن روحاني في الانتخابات الاخيره انتخابات 2017 اتهم الحرس الثوري رسميا، اتهمه رسميا بان هو بيساعد ابراهيم الرئيسي، لان ابراهيم الرئيسي كان مرشح امام حسن روحاني في 2017. لكن هل مش صحيح انه الحرس الثوري اخذ موقف داخلي كده منه بعد ما لقى انه بيسعى لتقارب مثلا موضوع السعوديه، موضوع الدول اللي حواليه، علاقات ايران اتحسنت بمصر شويه، اتحسنت؟ دي من النقاط بقى اللي لازم اقولها للناس. اتفضل. السياسه الخارجيه ليست مع الرئيس. في ايران؟ في ايران اساسا الرئيس له سلطه تنفيذيه، لان هو بيجمع بين سلطتين، الرئيس ورئيس الحكومه. اللي بيضع السياسه الخارجيه هو المرشد، بينفذها وزير الخارجيه. فالرئيس طبعا بيقابل الرؤساء وشكل بروتوكولي بحت، يعني مثلا زي رئيس الجمهوريه في الانظمه البرلمانيه. ايوه انا فاهم حضرتك، لكن اقصد اقول طب ما هو الاتهام ان هو اخذ ناحيه المرشد اكتر ما اخذ جانب الحرس الثوري، وهو كان هيبقى بعديه يعني، هو اللي كان مرشح على طول. المرشد والحرس الثوري حاجه واحده، ما بينفصلوش، مفيش بينهم. لا، فعشان كده وانا بقول كده، وانا مع كامل تقديري واحترامي لكل الزملاء الصحفيين اللي بيتكلموا في هذه الموضوعات، في نقط تاسيسيه في الشؤون الايرانيه هم بيبنوا تحليلات على كلام، على نقط يعني مع كامل تقديري ليهم مش مدركينها قوي. فهرجع تاني للموضوع، او مش مرتبطه بالداخل الايراني زي ما حضرتك عارف. ما هو الداخل بيشرح اللي بيحصل بالظبط، فداخليا اللي بيقول كده انا استبعد ده تماما، مفيش بينهم اي خلاف او كلام من هذا القبيل، بل بالعكس ده خامنئي بيدعمه، خامنئي اصر ان هو يعينه في مناصب رفيعه جدا قبل ما ده ابراهيم الرئيسي ده يا فندم كان نائب المدعي العام 88 في الثوره الاسلاميه، كان نائب وهو عنده 25 سنه. كان نائب المدعي العام، يعني عارف ان 25 سنه يعني لسه متخرج.
نائب مدعي عام لطهران يعني منصب. ما ده خلى برضو بعض الناس تتحدث عن المعارضة الإيرانية وأهالي الألاف اللي أصدر مذكرات باعتقالهم وقتلهم. ده جانب بس أنا بكلم حضرتك على الصراع الداخلي جوه السلطة يعني الأجنحة. فهو لا هو جناح عتيد وتقيل. وهو كان هيخلف المرشد على كان في احتمال انه هيخلف وفي ناس اخرين، لكن طبعا هو كان من الناس ابرز المرشحين. من ابرز المرشحين. طب السيناريو الثاني؟ السيناريو الثاني بقى اللي انا برجحه وهشرحه بالتفصيل مع حضرتك. اتفضل. ان ده يكون عمل خارجي. ليه لا؟ وليه الدوله الايرانيه ما بتتهمش حتى ولا ب يعني ايه بتلوح من بعيد حتى ان يكون في احتمال لعمل خارجي؟ احنا ايه اللي عرفنا؟ هم في ادبياتهم من سنين طويله بيتهموا أذربيجان إنها فتحت المجال للموساد الإسرائيلي إن هو يعيش فسادا. والدراسات اللي احنا عملناها والتقارير يعيش فسادا فين؟ في أذربيجان؟ في إيران. في إيران؟ في إيران. أدي حضرتك قرنتين. قرنتين. أول قرينة من كام سنة اغتيل أهم عالم في البرنامج النووي الإيراني اسمه محسن فخري زاد. بيقال إن الفرقة الإسرائيلية اللي نفذت العملية دي تسللت من حدود الأذربيجانية الإيرانية حدود وعرة جدا. قامت بالعملية ورجعت تاني. والدليل ان ولا واحد منهم اتقبض عليه ولا حد يعرف مين اللي عمل كده حتى الان. والعملية دي يعني اثرت تأثير كبير في ايران. طبعا ابو البرنامج النووي الايراني اغتيل في طهران. تخيل حضرتك تبقى انت اهم عالم نووي في البلد وبلد اصلا قائمة على الملف النووي وكده تغتال في بلدك في العاصمة. تقارير اخرى دي لعبة الموساد في كذا حتة. ويحيى الدكتور يحيى المشد وكذا حد يعني مزبوط. طبعا مظبوط طبعا. هم طبعا تسلسل العلماء. من كم شهر حصل تفجير في كرمان في ذكرى اغتيال قاسم سليماني شهر يناير اللي فات ده، ومات فيه 100 واحد في شهر يعني باربع شهور. برضو التقارير والدراسات بتقول ان ممكن يكون اللي عمل ده فرقة من الموساد تسللت عن طريق أذربيجان. برضو أذربيجان. وعلى فكرة ده يقال في الإعلام الإيراني بالمناسبة. ونائب الرئيس اللي هو حالياً الرئيس اتهم إسرائيل صراحة اللي هو مجبر ده محمد مخبر. مخبر محمد مخبر ده كان وقتها نائب الرئيس اتهم إسرائيل في الوكالة الإيرانية الرسمية صراحة بأنها وراء الحادث، رغم أن داعش أعلن مسؤوليته عن الموضوع. ورغم أن داعش عمل كده، لكن إيران رسمياً على مستوى نائب الرئيس اللي هو الرئيس الحالي اتهم إسرائيل. فكل الشبهات بتدور حوالين ان اسرائيل عملت كده. طب هنا في سؤال، تعمل كده ازاي؟ لا مش ازاي. طب اتفضل. لو كانت اسرائيل اللي عملت كده، مش كان نتنياهو هيطنطن؟ لان لا هو لا. بيكمل بس عشان حياتك تقول يعني التعليق طبعا. عليه كله ان هو مثلا لما اغتال واحد من الفصائل بتاعة الحرس الثوري قال ونجحنا في عملية كذا وشري. لا، لو وصل انه يغتال الرئيس الايراني، مش ده يعلي شعبية نتنياهو جوه اسرائيل انه قادر يصل الى اعدائه؟ هقول لحضرتك ما يقدرش يعمل كده. اتفضل. ليه؟ مثلا في موضوع اغتيال محسن فخري زاده لم يتم الاعلان. مظبوط. ليه؟ لاولا ابراهيم الرئيسي ده رئيس مدني يستقل طائره مدنيه داخل حدود بلده. كان في افتتاح مشروع تنموي، يعني لا يقوم باعمال ضد اسرائيل مثلا في سوريا زي او قاسم سليماني في العراق ضد امريكا، مش راجل عسكري، لا يقوم باي عمل عسكري ضد اسرائيل. فبالتالي هو مفيش تبرير، يعني مفيش تبرير امام المجتمع الدولي القانون الدولي ان 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 ده ان فكر اسرائيل فارق معاه المجتمع الدولي. انا فاهم ما يفرقش معاها، والا كانت اعترفت بمقتل، اعلنت ان هي اللي قتلت محسن فخري زاده. ده معروف مفيش. لكن هم بعد كده اعلنوا ان هم اللي سرقوا الارشيف النووي الايراني. بالمناسبه برضو الارشيف النووي الايراني اللي سرق قالوا ان هم نقلوه اولا لاذربيجان ومن اذربيجان لتل ابيب. مش غريبه انه ابراهيم رئيسي رغم علمه بهذا التاريخ اللي حضرتك بتسرده ومن ضمنها حادث من عده شهور يروح بهذا الترحيب ودون رفقه طائرات حربيه ويركب طياره ما فيهاش صندوق اسود على حد قول لتركيا؟ يعني مش غريبه التفاصيل؟ هو التفاصيل كلها بقول لحضرتك في وانت في السلسله كده ماشي في حلقات مفقوده مخفاه. فاحنا بنحاول تحليليا وليس معلوماتيا نملى الحلقات دي. لان التحليل عباره عن ايه؟ عن حلقات من المعلومات. هو طبعا حضرتك ليك حق كبير لان التحليل ده له وجهته، لان كل من هما في الفتره اللي فاتت لسه قريب بيتوعد الاخر. مظبوط. لا كمان انا اطلعت على تقرير منشور في الصحف الاسرائيليه النهارده الصبح بالصدفه، نفتالي بنت اللي هو كان رئيس الوزراء اللي قبل نتنياهو قال نحن سنكتس رأس الأخطبوط، وقال إن مفيش أمل لإسرائيل في إن هي تفضل بمنأى أو بسلام في الشرق الأوسط ما لم تقتل الرئيس الإيراني.
كده وده. وليه يعتبر رأس الاخطبوط هو الرئيس الإيراني مش المرشد الأعلى مثلا؟ بيقول إن هو ده المرشد المقبل، بيقول إن ده الشخص اللي بيوجه مقرب من حارس ثوري جدا، حارس ثوري يعني على وفاق معاه كلام، شخص خطر من وجهة نظر إسرائيل. والكلام ده مترجم ومنشور في الصحف العربية في الشرق الأوسط والحياة اللندنية والصحف بتاعتنا يعني. فهم من زمان عندهم قائمة اغتيالات، منهم شخص. تخيل بقى حضرتك تبقى مسؤول في الموساد بعد الشر عنك يعني، وانت قاعد في أذربيجان وعرفت ان في طيارة عليها 9 مسؤولين رفيع المستوى، طيارة واحدة ومروحية يعني، مروحية سهل قوي يعني. ففي خبراء عسكريين بيتكلموا في نقطة ان ممكن يكون احد عناصر الموساد تسلل بدرونز بسيطة خالص للحدود واطلق الدرونز، والدرونز عملت العملية ورجعت بصاروخ قد كده. يعني تفجير طبعا، مش هبوط صعب ومناطق صخريه والكلام اللي تردد ده يعني. تحليلات، اغلب التحليلات اللي بيذهب ليها العسكريين اللي انا بتابعهم ويعني اثق فيهم يعني، بيقولوا ليه لا، ممكن يكون شخص اسرائيلي من الموساد تسلل الحدود وبطياره درونز. طياره درونز دي قد ايه يعني؟ قد كده، حاجه بسيطه خالص يعني، ويطلع صاروخ بسيط يضرب الطياره وهي فوق وخلاص وتسقط بقى، وبيقول افعال جويه وكلام من هذا القبيل. يعني طب وما حطش في اعتباره صاحب هذا التحليل الطيارتين التانيين كانوا فين؟ يعني ده صاروخ يعني مهدف بهذه الدقه يعني لدرجه لا، ما ده صاروخ هيضرب هدف. الجانب الاخر بقى، ودي نقطه لفته ذكيه من حضرتك، ازاي بقى عرفوا ان الطياره دي بالذات من الثلاثه هي اللي عليها الرئيس؟ اول حاجه بقى نشوف بقى الاقمار الصناعيه اللي عندهم رقم واحد. ايه الاقمار الصناعيه؟ طب لا، واذا كانوا هم موجودين في اذربيجان فشايفين مين بيركب ايه؟ هم في قريه حدوديه اسمها جولفا. قريه ما بينها وبين على حدود بالظبط بينها وبين ايران 750 كيلو تقريبا يعني. هم مين اللي في القريه دي؟ القمه ابراهيم رئيسي. يعني المشروع ما حصلش على ارض ايرانيه، المشروع في الحدود. بيقولوا محافظة أذربيجان الشرقية في إيران، المشروع على الحدود، ده سد على الحدود. أوكي. ما بين الدولتين، وكان في قمة وليها أهداف سياسية ممكن نشرحها بالتفصيل بعدين، بس ده مش موضوعنا. موضوعنا إن بكل بساطة وبكل سهولة الأقمار الصناعية بتاعتهم تشوف الرئيس فين، بتاعت مين؟ بتاعت إسرائيل اللي هو أمريكا بالتأكيد. والدليل إن إيران طلبت من أمريكا صور أقمار صناعية الحادثة دي. طبعا انا لسه عارف دلوقتي ان امريكا هي كمان برأت نفسها زي ما اسرائيل برأت نفسها وعملت بيان تعزية من غير ما حد يتهمها. الله يفتح عليك. كويس، وعملت بيان تعزية يعني. جو بايدن استغربت قوي، جو بايدن قطع اجازته وراح المكتب كأنه يعني امريكا مهددة يعني. بالظبط. كويس، فكل المسوغات دي طبعا دي تخيلية لان ما فيش اعلان رسمي، ما فيش تحقيق رسمي. طبعا كده يعني. حد بيحط فرضيه وبيبني عليها. وبعد كده في ايران من خلال خبرتنا مع الايرانيين، لما يقول لك اشكل لجنه لتقصي الحقائق، لجنه ما حدش عارف عنها حاجه. اديك مثال، وما بتطلعش نتائج ولا اي حاجه. اديك مثال، حتف كده وخلاص. اديك مثال، الرئيس من اهم الرؤساء في تاريخ الجمهوريه الاسلاميه اسمه هاشم الرفسنجاني. الناس اللي متابعه السياسه بتعرفه. الراجل ده قتل او مات من في 2017 تقريبا. بعد ما مات ولاده، منهم واحده اسمها فائزه رفسنجاني واتحبست بعد كده، قالت انا بابا ما ماتش موته طبيعيه، بابا مات مسموم او غرقان في حمام سباحه. كويس، ومحدش عارف عنه حاجه. فالمرشد قال لا، احنا عشان ولاد رفسنجاني احنا هنعمل لجنه تقصي حقائق. ده في 2017. حتى الان مفيش لجنه ما حدش عارف عنها حاجه، ولا عرفنا تشكيله ولا اعلنت نتائج ولا وصلت لحاجه. والبنت اتحبست عشان ما تقولش كده تاني. وابنه طلع في فرنسا 24 القناه الفرنسيه. ادى مقابله كده من كام سنه، ان هو احنا شاكين في الروايه بتاعت عايزين نعرف بابا ايه اللي حصل له. من ساعتها ما شافش الاعلام، ما حدش عارف عنه حاجه. كويس، ومع ذلك برضو ده مش موضوعنا، لان ايران دوله ليها ادبيات كده صارمه جدا في عشان كده قلت لحياتك يعني. ازاي جواد ظريف تجرأ وقال الكلام ده وهو مش قلقان يختلوه؟ مش مستقبله السياسي ده، اختياره. طب اذا حصل كده ده يبقى تسليم بايادي اذربيجانيه بقى ولا ايه؟ ممكن خلينا نمد الخط على استقامته في تصورنا ده يعني. بصراحه ايا كان يعني، بصراحه اسرائيل لا تحترم حلفائها ولا اصدقائها. يعني ممكن جدا تكون اسرائيل عملت العمليه دون اذن اذربيجان. ببساطه العلاقات الاذربيجانيه والموساد موجود على ارض اذربيجان من غير ما هي تعرف ولا لا تعرف؟ بس تعرف بس ما تعرفش هيعمل ايه ولا بتاع ايه. مظبوط مظبوط. وبعد كده اذربيجان عملت خروقات يعني كتيره جدا في منظومه الامن اللي في المنطقه دي،
اللي هي منطقة نهر أراس. نهر أراس بيمر بأرمينيا وأذربيجان وإيران. حتى في أزمة ناغورنو كاراباخ اللي الناس تبعوها أزمة مشهورة، أيوة الإقليم، كان في ثلاث دول في الأزمة دي، أذربيجان وأرمينيا طبعا وإيران بحكم أن إيران الجوار. الجوار أذربيجان دولة مسلمة شيعية، أرمينيا دولة مسيحية، إيران دولة مسلمة شيعية. إيران انحازت لمين؟ لأرمينيا المسيحية مش لأذربيجان، لأن موقف الإيراني كان مع أرمينيا. وبتتهم أذربيجان باستمرار إن هي دولة موالية لإسرائيل ودولة عندها علاقات مع إيه اللي مخلي بقى رئيسي يروح يحتفل ويتعانق؟ كان عنده أمل، ده تحليلي الشخصي، إن هو يستخلص مواقف أذربيجانية أقرب لإيران، لأن إيران في مرحلة تصفير المشاكل. يبقى إذن ده بيؤكد برضو إن هو كان شخصية، هو وعبد اللهيان عملت على تقريب إيران من جيرانها ومن بس ده مش من دماغه، يعني مش بيقومش من دماغه يعمل كده، ده قرار مجلس الأعلى الأمن القومي الإيراني، يعني هو فقط بينفذ بس. فبالتالي كان في جهة ما خارجية أو إقليمية أو دولية مش راضي عن اللي بيعمله إبراهيم الرئيس، إن هو عايز يقرب أذربيجان يستخلص منها مواقف أقرب لإيران وأبعد عن إسرائيل، رجع العلاقات مع السعودية اللي هي كانت المحور الآخر في المحور السني الشيعي، حلف الآخر، حسن العلاقات مع مصر، عمل حاجة مفاجأة جدا بالنسبة لنا، إن هو أعلن وأمريكا أعلنت عن مفاوضات نووية غير مباشرة في عمان قبل الحادثة بيومين. كان في اجتماع قبلها بيومين، مظبوط. فكل ده يقلق مين؟ من إسرائيل بس. ده تحليل وليس معلومة. طب المعلومة نعرفها إزاي؟ نستنى بقى لغاية ما خلينا برضو نسأل برضو في تفاصيل التحليل. دلوقتي حضرتك قلت إسرائيل اللي هي أمريكا، يعني أمريكا اللي عملت مش إسرائيل شخصيا، لا بس أو بمعلومية أمريكا، ولا إيه رأيك؟ هو إسرائيل زي ابن كده، ابن عنده فرط حركة وابن مختل عقليا، فممكن يتصرف دون إذن والده. يعني أمريكا تعمل مفاوضات وتقول له ما أنا بعمل لك يا ابني المفاوضات دي عشان أبنك، لا اللي هي مفاوضات النووية، غلط. هقول لحضرتك تكبح جماح النشاط النووي الإيراني، تكبح ده من وجهة نظر أمريكا، لكن من وجهة نظر إسرائيل أي تفاوض مع إيران هيقربها لبرنامج النووي. تضمن. وعلى فكرة نتنياهو من دي وان أيام باراك أوباما في 2015 و13 لما بدأت النيجوشيشن، نتنياهو والمجموعة اللي معاه من دي وان كانوا رافضين أي اتفاق نووي أصلا، وعرضوه بشدة. وبالعكس ده باراك أوباما قطع نتنياهو مدة طويلة، وبايدن اللي هو كان وقتها نائب باراك أوباما، بايدن المفروض أن رئيس الوزراء لما بينتخب، لما انتخب في الدورة الأخيرة دي نتنياهو لم يستقبله في البيت الأبيض، لم يرسله برقية تهنئة. ففي بون ما أو تباعد ما بين ده على أساس يعني إنها لو وصلت لاتفاق هتترفع عنها العقوبات وحتقدر بقى هي تكمل نشاطها النووي من غير ما تقول. لا هو كمان عندهم، هم الإسرائيليين عندهم تحفظ على حاجتين، حاجة اسمها في السانسيت كلاوز في الاتفاق ده أو بنود الغروب، أنا آسف أنا بقول كلام فني، لا ما ده بس كويس بس مع بعض نترجم يعني مش مشكلة. بيقول في الاتفاق النووي، اتفاق النووي ده يا فندم 150 ورقة، في بنود اسمها بنود الغروب. ايه الغروب دي؟ يعني بعد سنوات معينه ايران ترجع تاني تمارس النشاط النووي. ايران وقعت اتفاق في 2015، البنود دي 8 سنين او 7 سنين او 10 سنين، يعني 2025 ترجع تاني ايران تمارس النشاط النووي بكثافه وبقوه. يبقى اذا بقى اسرائيل اتباعت يعني وجهه نظرها يعني. فهي بيقولوا في 25 خلاص يبقى اسرائيل دوله نووية. كان في حاجه مهمه جدا تم تداولها، برضو حضرتك تقول لي مدى صحتها ومدى علاقتها بالتصور اللي حضرتك قلته، ان كان في طائره امريكيه موجوده في المجال الجوي في الوقت ده في المكان ده، هل ده صحيح؟ لا ما قريتش المعلومه دي خالص، ما طلعتش عليها بصراحه. يعني 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 فكره انه يبقى صاروخ مثلا من طائره امريكيه او كده رسم كده صعب يعني، لا لا صعب، لا ترصده الاقمار الصناعيه. طب ليه؟ طب وليه ما انا ابعت طياره درونز ب 2000 دولار اللي هي المسيره، المسيره ب 2000 دولار وعليها صاروخ مثلا ب 500 دولار ولا حاجه، حاجه بسيطه يعمل عمليه ويرجع، ايه المشكله؟ ما خسرناش الطياره. وعلى فكره اسرائيل عندها درونز مفخخه، يعني ممكن تعمل عملية وهي إيران ما كانت بتبيع للناس كلها درونز مفخخة، ما هو إيران بتبيع حزب الله والحوثيين وحماس بيجيبوا الحاجات دي منين؟ لا إيران بتدي للجماعات دي الطيارات الدرونز دي مجانا، لكن بتبيع لست دول، بتبيع لروسيا وطاجكستان وأثيوبيا وفنزويلا والصحراويين في المغرب، بروساريو والبروساريو هم الصحراويين،
فدول الدول اللي بتبع لهم إيران رسميا. طب في حاجة برضو ليها علاقة بالموضوع النشاط النووي. النهاردة كان في تصريح لفلاديمير بوتين إنه هيعمل مناورات بدأت بالفعل من ضمنها مناورات بأسلحة نووية تكتيكية ردا على استفزازات الغرب. مظبوط. طب إيه بقى موقع الكلام ده؟ حصل حصل كتير يعني من خلال متابعتي للحرب الأوكرانية، يعني نوعا ما مطلعين على يوميات الحرب. الروس أعلنوا كذا مرة إن هم يعملوا كده من باب الردع التخيلي حتى. ليه؟ لأن الروس بيقولوا لا يمكن لدولة نووية أن تنهزم في المعركة. فتهديد كده يعني، لو عملتوا حاجة، لو الغرب سلح أوكرانيا بأسلحة من الجيل الخامس أو الجيل الجديد اللي هي بقى طيارات F-35 وF-15 ومجموعة معينة من الأسلحة، إحنا هنضطر نستخدم السلاح النووي كي لا ننهزم في المعركة. طبعا ده تحليل برضه. طب بالنسبه بقى للجنازات والفعاليات الكتير اللي هم عاملينها، بدات النهارده وهتخلص الخميس بالليل، وتشييع في اكتر من مكان، وجنازات عسكريه ودفن وكده، هل متوقع انه يبقى في بتالي النهارده ما كانش في شخصيات عامه يعني من اللي هم قالوا في البيان انه بعد كده هيروح منطقه كذا علشان توديع هتحضره جاليات أجنبية أو شخصيات أجنبية؟ هو التوديع الأجانب أو الضيوف هيبقوا من الخميس. ده وفقا للأعلن عنه. مين المتوقع بقى يبقى موجود يوم الخميس؟ والله في ناس أعلنوا كتير. يعني مثلا نيرجفان برزاني قال إن هو يروح في بيان رسمي. مين اللي ده؟ هو اللي هو ده بتاع كردستان، اللي هو بتاع كردستان ده، اللي هو رئيس حكومة إقليم كردستان. طبعا العراق اكيد هتبعت الرئيس، لان الرئيس كردي. والاكراد من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على وفاق مع ايران جدا. اردوغان وارد يروح. رئيس باكستان اعلن ان هو هيروح. الرئيس الباكستاني. ايران ليها اصدقاء في اخر كام سنه في عهد ابراهيم الرئيسي نجحت ان هي تعمل علاقات جيده. انا متوقع ان ممكن وزير الخارجيه بتاعنا يروح، متوقع. ليه لا؟ مسؤولين في الخليج بالتاكيد هيروحوا، فايران ليها اصدقاء بالتاكيد. طيب يعني هل في يعني حراك بقى داخل إيران بعد هذا الحادث، حراك سياسي، تبتدي جماعات تجهز، المفروض ان في انتخابات خلال 50 يوم، ايه بالظبط بقى نوع الخطاب، ولا الخطاب مقفول عشان عزا؟ مظبوط. هو طبعا اجواء حزينه جدا وبكاء وبكائيات وكلام. النهارده استقبال الجسامين كان كميه ناس رهيبه، يعني كان مهيب طبعا. وكل واقفين دول حضرتك نواف في البرلمان وضباط حرس ثوري وقاده، وقائد الجيش كان موجود، رئيس اركان الجيش كان برضه كان واقف في الصف اللي هو بيعزي وبيبكي وبيستقبل الجسامين. اعتقد ان المبكر جدا الكلام في هذا الامر، لكن الملاحظ صلابه الدوله. يعني انا لاحظت صلابه الدوله ان في وقت سريع جدا اعلنوا عن خطه اطار زمني 28 يوليو يتم انتقال السلطه، مجلس صيانه الدستور هيعمل كذا، الرئيس الجديد هيمارس نفس الصلاحيات، بيطمئنوا كل الحلفاء الخارجيين ان لا تغيير في السياسه الخارجيه، ايران ملتزمه بكل المعاهدات، كلام من هذا القبيل. فتلاحظ حضرتك ان الدوله الايرانيه دوله يعني اتعاملت بانسيابيه وبسلاسه وبسرعه جدا عشان تدي رسائل داخليه وخارجيه حوالين صلابه الدوله. انا بشكر حضرتك جدا، واكيد هيبقى لنا لقاءات في المرحله القادمه لما تتضح بعض عناصر البازل يعني، او الصوره في ايران، او من ايران تجاه يعني ايران تعودت دايما على انها ما تعلنش بس تجهز عمليه يعني او كده يعني. شرفني فندم. شكرا جزيلا يا فندم الدكتور محمد محسن ابو النور، مؤسس رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الايرانيه، الخبير الدولي في الشان الايراني. بشكرك يا فندم. شكرا. بشكركم مشاهدينا، بكره ان شاء الله حلقه جديده. تصبحوا على خير.